تعطيه. احنا بابا عنده عماره، فمسكن مسكنها يعني، بتجيب لنا دخل. حضرتك معايا؟ ف دلوقتي بعد عمر طويل، لبابا، يا ترى انا هاخد النص ولا زي ما احنا ماشيين دلوقتي بابا بيعاملنا انا زي اخواتي؟ لا ان شاء يعني الله. شوف العيال يا اخويا، العيال ابتدوا يفكروا بعد عمر طويل هم عايزين ابوهم يموتوا الصبح. لا هما ايه بعد عمر طويل وبتفكروا؟ ربنا يديله طول العمر وتموتوا في حياته وروح يتشوفوا، اللهم امين. ربنا يديله طول العمر. واي عيل واي عيل، انا بقولها على الهوى، اهو، اي عيل بيقول على ابوه او امه بعد عمر طويل الهي وانت جاهي، ابوه اللي يدفنه وابوه اللي ياخد نصيبه من ميراثه ويورثه ويتجوز غير امه ويخلف عيال تانية صالحين ما يجيبوش السيره دي نهائي الا في قاعه الدرس. في قاعه الدرس يقولوا نعمل ايه لما المسلم يموت، مش بابا بعد عمر طويل. عمر طويل ايه ولا قصير ايه؟ عموما يا حبيبتي ما دام الموضوع ده شاغلك قوي، بعد عمر طويل وحسن عمل لابوك هيبقى ميراث يا اختي وللذكر مثل حظ الانثيين مش زي ما انت عايشه. لكن هو دلوقتي بابا المفروض ما يدكوش ولا تعريفه من العماره ما دمت انت اتجوزتي واخواتك اتجوزوا.